طبعا والناس ظروفها تعبانه وقرفانه بس اهو هنعيش عشان خاطر مصر هنقول ايه؟ كله عشان خاطر مصر صابرين احنا صابرين هو رمضان عامة في مصر يعني مختلف عن كل حتة في العالم الزينة والفوانيس والياميش بتاع رمضان يعني حاجة جميلة جدا يعني اللي هو الصناعة الصينية يعني دي نزلت لنا أغلى من السنة اللي فاتت يعني أبو 50 بقى بمية أبو 100 بقى بمية وخمسين هي غالية للكل العالم كله يعني هي الأسعار العالم كله ومع ذلك احنا حاجتنا موجودة الحمد لله بالله كل حاجة موجودة